الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. انعقاد مؤتمر حكاية وطن برعاية وحضور الرئيس السيسي اليوم. تنطلق جلسات حكاية وطن بالجلسة الافتتاحية يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة، ويبدأ اليوم الثاني بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ثم استراحة، وتكون الجلسة الثانية بعنوان الأمن المائي والغذائي. وتبدأ جلسات اليوم الثالث على النحو التالي: جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي ثم استراحة، وتبدأ جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ثم استراحة، ثم الجلسة الختامية. ويعقد مؤتمر حكاية وطن اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات. ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة. ويأتي المؤتمر في إطار حرص الدولة على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية. مشاهدي تلفزيون الوطن، بكده يكون انتهت نشرتنا. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة.